الدرس السادس ماده التاريخ المغرب في عهد الموحدين تميز الهندسه المعماريه ملخص الدرس تتجلى عظمه الدوله الموحديه في فن الاعمار والتشييد وقد خلفت اسلافها المرابطين ووصف المغرب في عهدها بكونه بلاد الخيرات والعمائر ويعود ذلك للاستقرار الذي مكنهم من تشييد وبناء مجموعه من المنشات التي لا زالت تشهد على عظمتهم ومنها مناره الخيرالده بالاندلس وكذلك مسجد الكتبيه بمراكش وصومعه حسان بالرباط وقد اشتهرت هذه الابنيه بروعتها وشموخها وجمعت بين عبقريه الفنان الاندلسي الموحدي ومهاره الصانع المغربي ومن ابرز المدن التي تم تشييدها مدينه الرباط او رباط الفاتح ومن بين المهن التي ازدهرت في العصر الموحدي صناعه النسيج والكاغه ورق صالح للف البضائع وغيرها دراسه شخصيه فكريه موحديه بارزه الشريف الادريسي وهو من اعلام الجغرافيين المسلمين الذين كان للرحلات شان عظيم في اثارهم العلميه وقد كان عالما متعدد المعارف والمهارات في كثير من فروع العلم الاخرى كالصيدله والطب والنباتات كما كان اديبا وشاعرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله